المشاهدون الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أسعد الله صباحكم بكل خير. هذا موجز بأهم وآخر الأنباء. أكدت القيادة العامة للقوات المسلحة أن حفظ وصون أمن وسلامة البلاد يقع على عاتقها دستورا وقانونا، يعاونها في ذلك أجهزة الدولة المختلفة. وبناء على هذه المسؤولية، أكدت أن بلادنا تمر بمنعطف تاريخي خطير، وتزداد مخاطره بقيام قيادة قوات الدعم السريع بتحشيد القوات والانفتاح داخل العاصمة وبعض المدن. وجددت القوات المسلحة في بيان لها فجر اليوم تمسكها بما تم التوافق عليه في دعم الانتقال السياسي وفقا لما تم في الاتفاق الإطاري، وتحذر القوى السياسية من مخاطر المزايدة بمواقف القوات المسلحة الوطنية، والتي لم تبخل في سبيل تحقيقها بتقديم المهج والأرواح رخيصة لينعم السودان بالأمن والاستقرار. التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان أمس مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الإفريقي أنيت فيير وسفير الاتحاد الأوروبي بالسودان أيدين أوهارا بحضور وزير الخارجية المكلف السفير علي الصادق. وقدم رئيس المجلس خلال اللقاء شرحا حول مجمل تطورات العملية السياسية، مؤكدا التزام المؤسسة العسكرية بالعملية السياسية، مشددا على ضرورة إكمال عملية التوافق السياسي والوطني وأهمية تحقيق الاستقرار للسودان باعتباره جزءا من منظومة الاستقرار الإقليمي في المنطقة. وجدد رئيس المجلس حرصه التام على حل الإشكالات العالقة عن طريق التفاوض والانفتاح على جميع المبادرات التي تسهم في استقرار السودان. وقال البرهان إن استقرار السودان يرتكز على قيام جيش وطني موحد عبر تنفيذ إصلاح المنظومة الأمنية وإعادة الدمج. كشف نائب رئيس حزب الأمة القومي صديق محمد إسماعيل عن أسباب الخلاف فيما يلي قضية الإصلاح الأمني والعسكري، مشيرا إلى أسباب تتعلق بإدارة شأن هيئة الأركان داخل المؤسسة العسكرية، داعيا القوى السياسية بالابتعاد عن المؤسسة العسكرية، موضحا أن المؤسسة تعرضت لاستهداف بغرض التفكيك منذ فجر الثورة، وذلك من قبل من وصفهم بناشطين يريدون تنفيذ مخططات على حد قوله. جاء ذلك خلال منبر إعلامي بالخرطوم ناقش قضية الإصلاح الأمني والعسكري كواحدة من مطلوبات الانتقال السياسي وعودة المسار المدني الديمقراطي بالبلاد. ورياضيا، أصدر الاتحاد السوداني لكرة القدم قرارين بالتمرير بتكوين لجنة لفض المنازعات وتقرير في لجنتي أوضاع وانتقالات اللاعبين ولجنة المسابقات. وتم تكوين لجنة فض المنازعات من مولانا أحمد الطاهر النور رئيسا، والأستاذ توفيق محمد علي نائبا للرئيس، وحازم حمزة حامد ممثلا للأندية الهلال بور سودان، وقطبي الطيب محمد أحمد ممثلا للأندية حي العرب الوادي نيالا، وأمير محمد خير ممثلا للأندية الأمل عدبرة، ومحمد عبد الرحمن ممثلا للاعبين الهلال الخرطوم، وصلاح نمر ممثلا للاعبين المريخ الخرطوم، ومهند الطاهر ممثلا للاعبين توتي الخرطوم. بهذا الخبر الرياضي نكون قد وصلنا لختام هذا الموجز الإخباري، شكرا للإصغاء والمتابعة، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته.